عليكم. اليوم ناخذ الكالين فوسفاتيز ليفل، هذا يقيس لي نسبة الكالين فوسفاتيز اللي موجود لي، وين موجود لي؟ بالدم. ليش؟ على مود نعرف أمراض معينة تخص لي الكبد والعظم، يعني اللي يسبب لي اياها ارتفاع او نقصان هذا الانزيم. احنا اول شيء نجي نتعرف عليه هو الكالين، معناها يشتغل ببساطة قاعدي. فوسفاتيز معناها انه هو انزيم يشيل لمجموعة الفوسفات اللي مرتبطة بالكربوهيدرات. تذكرون ان الكربوهيدرات مثلا الجلوكوز اول ما يدخل للخلية يرتبط لمجموعة فوسفات، على مود شنو؟ على مود هنا يكون ما يقدر يطلع لخارج الخلية. اذا صارت عندي بي زيادة لازم اطلع خارج الخلية، فش اسوي؟ اجيب الفوسفاتيز هذا يكسر لي هاي الاعصرة، فيحرر يبعد لي الفوسفات هاي عن الكربوهيدرات هاي، هو هذا المقصود به. طبعا هو هذا من الانزيمات المهمة، قلنا يشخص لي امراض الليفر والبون. هسه راح نجي نقول انه الدكتور اول شيء مثلا شلون يكتب لي، يكتب لي اي ال كي، هو نفسه الاي ال بي. عندي قلنا هو عبارة عن انزيم، فده نشرح عنه يعني بالبداية كمقدمة. تعرفون ان الانزيمات اول شيء يزيد نشاطها بزيادة درجة الحرارة، وحده هنا دا نقيس استيميشن للاكتيفيتي، يعني دا نقيس الاكتيفيتي مال الانزيم مو تركيزه. فاذا نشوف ان درجة الحرارة شو تسوي بالانزيمات؟ تزيد لي اياها، تزيد لي النشاط مالتها. ايضا ممكن الاكتيفيتورز اللي موجودة ايضا راح تسوي، راح تزيد لي نشاط هذا الانزيم. فهذا كله ناخذها بالحسبان من نريد نسوي الانزيم، من نريد نسوي الاكتيفيتي، قياس نشاط هذا الانزيم. اول شيء راح نجي نعرف هذا الانزيم شلون راح نجي ناخذ العينة. نجي ناخذ العينة طبعا يكون سيرم من البيشنت. سيرم معناها انه البلازما مالت الدم، لكن احنا شو وقت نسميها بلازما، شو وقت نسميها سيرم؟ اذا داخل جسم الانسان نسميها بلازما، واذا خارج جسم الانسان نسميها سيرم، اللي هي يكون عبارة عن الدم. لكن شنو شايلين من عندك؟ كرات الدم الحمراء والبيضاء والبليتليس، الصفحات الدموية. عندي هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية انه فاست سامبل از بيتر تشويس. ليش ناخذ الفاست سامبل اللي هو الصائم؟ احنا الصائم هو هذا شغله، وين شغله؟ على الميتابوليزم، يعني انه مثلا كربوهيدرات صارت فيها زياده هو راح يدخل للخلايا. فهنا هو اذا كان عندي شخص اكل ياكل هوايه او اكل، وجيت انا قمت اقيس له هذا الاستيميشن هذا الاكتيفيتي، هنا راح يكون عندي بما انه زاد عندي الاكل اللي موجود، فاكيد راح يزداد نشاط الانزيم على مود يقدر يخلص لي الاكل كله، يدخل لي الكربوهيدرات كله يدخل لي للخلية. فاذا كان الشخص عندي مو صائم واني جيت وسويت له التحليل، راح يكون نشاطه كلش عالي، يعني اعلى من الحد الطبيعي. فانتظر اقول له يعني مو مستقر ايضا، يعني حالة فسيولوجية، وانا اريد اقيسه بالحالة الطبيعية. فش اقول له؟ اقول له انه لازم نصوم يعني كفاستنج، وتجينا قيس لك هذا التحليل. ليش؟ لان هنا هو التحليل الصحيح، او هنا الاكتيفيتي الصحيحية من يكون الشخص صائم. اما من يكون الشخص ما كله انه راح يزيد لنشاطه، لكن هذه حالة فسيولوجية مو مرضية، هذا المقصود بها. عندي طبعا this case تيست كان بيدان انه احنا بس ناخذ 3 إلى 5 من باست سرنجة هذا، ناخذ البلد بعدين شو نسوي بيه؟ نخليه تقريبا درجة حرارة 37 من 15 إلى 30 دقيقة، بعدين بالجهاز طرد المركزي على مود نعزل كرات الدم الحمراء او البيضاء والبليتليس عن البلازما اللي هي راح تسميها سيرم. وهنا ما نسميها سيرم، راح ننزلها وحدها ونبدأ نشتغل عليها. يقول لي انه هسه على درجة الحرارة لازم انه نحفظ ليها يعني كثلاجة او بشي، يعني جهاز بارد. ليش؟ يعني بوسط بارد على مود شنو؟ على مود ما يزيد لي النشاط، لان احنا تعرفون ان النشاط الانزيم يزيد لي كل ما تزيد درجة الحرارة. يقول لي درجة الحرارة المناسبة لحفظ هذا الانزيم، يعني هذا السيرم اللي نقيس به الانزيم، تقريبا من 0 إلى 4 على مدة اشكيت لمدة 2 إلى 3 أيام. وإذا أردنا حفظه لمدة شهر لازم نخليه بدرجة حرارة سالب 25 سيلسي. عندي البريكاوشنز. البريكاوشنز
قلنا انه كل ما اذا انا حفظت درجة حرارة الغرفة هنا، درجة حرارة الغرفة 25، فراح يصير عندي زيادة بنشاط هذا الانزيم، لان يعني احنا قلنا انه الانزيمات تزداد بدرجة الحرارة يزيد لنشاطها. عندي ايضا الـ EDTA والـ Anticoagulant، ذول يعتبرون كانهيبيتورز، فراح يثبطوا لي نشاط هذا الانزيم. عندي بعدها يقول لي اذا خليناه بدرجة حرارة الغرفة ايش قد راح يصير عندي النشاط، يقول لي يزيد عندي النشاط اذا لمدة ساعة راح يزيد لي بنسبة 1%، لمدة 4 إلى 6 أيام راح يزيد لي بنسبة 3 إلى 6%، اذا خليته مثلا بدرجة حرارة الغرفة بعدين رديت خليته بجهاز بارد هنا راح يصير عندي زيادة بنسبة 2% كل داي. عندي اللي هي recent intake of food، قلنا انه الغذاء هنا راح يزيد لي نشاط هذا الانزيم، واحنا ما نريد نزيد نشاطه، فناخذ مال شخص صائم لان هو هذا تكون حاله الطبيعية، اما اذا غذاء فهنا يكون زيادته حالة فسلاجية وشي عادي يكون زيادة نشاطه. عندي هنا منطيني ادوية اللي هي هذولي حفظ. بعدها عندي الانديكيشنز، احنا نستخدم هذا الانزيم يعني كحسابه كاكتيفيتي اكثر شيء من لامراض البون والكبد، يعني اذا اقول اشك بشخص مثلا عنده جايد نص او عنده مثلا اي مرض يصيب العظام، فش اقول لك بروح اسوي لي الاي ال بي. لذلك مرات يقولون انه هذه من ضمن الليب، او ايضا بالنسبه للليبر ممكن يكون عندي ليفر بي هواية أمراض، ممكن يكون فايلر انفكشن بالليفر، فش أقول له راح أسوي الأي آل بي. لذلك يسمون الأي آل بي من ضمن الليفر فنكشنال تيست، يعني معناها إذا أريد أشوف فضاء في الليفر أجي أقيس هذا الإنزيم من ضمن الإنزيمات من ضمن الفحوصات اللي عندي. عندي أيضا الألكالين فوسفاتيز سبيس ميكر، هو أيضا يكون من ضمن اهم الاشياء اللي موجودة على مدى اعرف ان الشخص عنده obstructive jadness اللي تصير لوين بالليفر. عند الالكالين فوسفاتيز از ماركر، هذا الامراض التالية، الامراض التالية هذا الهيباتيك ديزيز، الهيباتيك اللي هو امراض الليفر. عندي ايضا الباراثيرويد، هذا الباراثيرويد راح تأثر لوين على العظام، فهو تعتبر ايضا ماركر ممكن انه العظم صار بخلل اقول له راح تسوي لي اياه، فاشوف الخلل مال العظم شنو اساسه، راح يقول لي ان اساسه الباراثيرويد. ليش الباراثيرويد؟ لان الباراثيرويد تاثر له على نسبه الكالسيوم اللي تدخل للعظام. عند الفيتامين دي ديفيشنسي، هذا ايضا ممكن يحدد لي كمحددات اذا كان عندي اي ال بي زياده او نقصان، اذا كانت الاي ال بي زياده راح يكون عندي الفيتامين دي نقصان. ليش؟ لان هذا الفيتامين يقوي العظام والاي ال بي يزيد لي نشاط العظام، فنشوف انه صار عندي خلل بالعظم، مثلا صار عندي بيجت ديزيز او ضعف بالعظم. ليش؟ لان ما عندي فيتامين دي لكن موجود عندي اي ال بي بنسبة عالية. عندي الاكيوت بين ذا ابدومين، هذا ايضا ممكن تحسسه من خلال الامتصاص اللي يصير عندنا او من خلال ان تناولت اكلة معينة، هذا الاكلة المعينة ما قدرت انه اسوي لها امتصاص او ما قدرت انه اسوي لها عظم، فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي زيادة بالاي ال بي. ليش؟ لان على مود يتخلص من عندهم، يعني هو هذه الامراض بشكل طبيعي موجودة. بعدها عندي الباثوفيسيولوجي، الباثوفيسيولوجي معناها وين موجود هذا او شلون ينتج لي، فاول شيء انه هو موجود لي وين؟ موجود لي بالليفر بكفر سيلز، هذا الكفر سيلز دي سيل لاين ان ذا بايلاري كولكتنج سيستم، from there the enzyme is excreted to the bile، يعني الانزيم راح يطلع لي to the bile من خلال الكفار سيلز اللي وين موجودة بالبايلاري كولكتنج سيستم. عندي ايضا الكلاين فوسفاتيز is produced by the bone by the lux intestine and the placenta، هاي كل المناطق اللي ينتج لي من عندها، اكثر شيء وين؟ اكثر شيء بالليفر والبول، لذلك قلنا انه هو حدد لي الليفر والبول. مرات نشوف ان المرأة الحامل بها زيادة بالاي ال بي، ليش؟ لان سبب زيادة نشاط البلاسنتا تكون موجودة، من يكون موجودة البلاسنتا زيادة نشاطها هنا راح يكون عندي الاي ال بي كلش عالي. ايضا اذا صار عندي زيادة بنشاط البون راح يكون عندي زيادة
هذا كلش عالي. اذا كان عندي زيادة بنشاط الليفر، لكن الزيادة تكون مو طبيعية طبعا، يعني نفس حالة مرضية، هنا راح يكون عندي بي زيادة. فهذول كل الاشياء اللي قايل لي اياهم، اللي هو البايل داكت مع الليفر، البون، عندي الانتستانال ابيثيليوم. هذا الانتستانال ابيثيليوم ممكن انه قلنا ما راح يصير عندي امتصاص، وبالتالي راح يصير عندي امراض او الام بالبطن اللي هي acute pain in the ventral. بعد ايش عندي؟ عندي الالكالين فوسفاتيز is called، طبعا يسمونه هذا الاسم لانه هو يعمل لي الكالين قاعدي، فيكون تقريبا 9 البي اتش مالته. اذا زادت او نقصت هنا راح يكون عندي الاكتيفيتي مالته تزود او تنقص، يعني لكن هي المثالية تكون 9 البي اتش. بعد البيوبرتي، بعد البلوغ، راح يكون هو الكبد يعني المنتج الرئيسي لهذا الانزيم. عندي this enzyme present in the blood subtypes، ممكن يكون موجود، هذا طبعا موجود بشكل ايزو انزيم ايضا، اللي هو هسه راح نجي ناخذهم. عندي the condition which will stimulate باون سيلز lead to increase the level of ALB، يعني اي استمرارية الباون ديزيز راح تسبب لي زيادة بي، مثلا انه زيادة صارت عندي سرطان بالعظم لا سمح الله، ان هذا السرطان راح يسبب لي زيادة بنشاط العظم، بالتالي راح يصير عندي، راح يصير عندي زيادة بالALB نشاط، لان هو يزود لي موجود لي بهالعظام، فما يزود نشاط خلايا العظام معناها راح يزيد لي نشاط هذا الALB. طبعا الكالين فوسفاتيز قلنا ذاكر لي اياهم وين يزود لي بهاي الامراض اللي عندي، عفوا هذه اللي هي active bowel formation, intestinal disorder, renal infection and pregnancy، لكن هم الرئيسيين اللي هي الليفر والبون ديزيز. The liver increases طبعا obstruction when excretion is impaired، يعني هنا راح يصير عندي ما راح اقدر، ممكن القناة البايل مسدودة، من تكون قناة البايل مسدودة هنا الاكسكريشن ما راح يقدر يطلع لي، فراح يصير عندي اوبستراكشن للليفر، والاوبستراكشن للليفر راح يزيد عندي نشاط الايال بي. عندي بعدها اللي هي ايال بي انفولفد ان باون كوسيفيكيشن، يعني تصلب بالعظام هو يكون لي لازم موجود. ايضا عندي استيمولايت which increases bowel activity causes increases in the LB level، يعني اذا زاد عندي نشاط العظام، هاي كلها شرحناها موجودة. ALB level during the bone formation هذا بالفانس بالاطفال ايضا يكون عالي، ليش؟ لان نشاط العظام عالي. فقلنا اي شيء نشاطه عالي هو موجود هذا بالانزيم، سواء بالبلاسنتا او بالانفانس يكون نشاط العظام عالي. ايضا بنكون بالكسور بالفراكشرز، الفراكشرز راح يكون نشاطه عالي، ليش؟ لان هنا راح يكون عندي نشاط العظم عالي على مود يقدر يبني لي خلايا عظميه تساهم لي بالتئام العظم، تئام الكسر اللي موجود. عندي الباون فوسفيت از برودوسد باي اوستيوبلاست اوف ذا بون اند نوت فروم ذا اوستيوكلاست، يعني هي هاي كمعلومه معطينا اياها، هو ينشأل منين؟ ينشأل من الاوستيوبلاست، مو من الاوستيوكلاست. لذلك قلنا هذه الاوستيوبلاست وظيفتها شنو؟ وظيفتها بناء. فمن يزيد نشاط الاوستيوبلاست معناها زاد لي نشاط هذا الانزيم، لان هو ينشأل من عندها. اما اذا الاوستيوكلاست هي وظيفتها هدم، فمن يصير عندي هدم، هسه راح نجي ناخذ الحالات، راح نقول انه هو هذا السبب مالتها. بعد شنو عندي؟ يعني صار عندي نقصان بالاي ال بي. بعد ايش قال؟ الكالين فوسفاتيز ان ذا يورين فروم ذا رينال تيوبيول از نوت فروم ذا بلازما، يعني جين منين؟ من البلاد راح يطلع لي، مو من شو اسمه، العفو، هو راح يطلع لي من الرينال تيوبيولز، يعني مو من البلاد، لان هو الكلي راح تصفي لي بلاد، فهو ما راح يطلع لي من البلاد هذا، من الفلتر شيما بلاد، لا، هي رينال تيوبيول موجود بها هذا الكالين فوسفاتيز، فراح يطلع لي من عندها. This may be seen in the renal regions, malignant tumor. أمراض الكلى المعينة. هنا إذا نسوي تحليل البول راح أشوف إنه زيادة بالALB. والسبب مالتها شنو؟ سبب مالتها أمراض كلوية. فمن نجي نفحص الرينال
يعني اليوراين اليوريت راح نشوف فيها هذه الزيادة، هذا المقصود بها. طبعا هسه بعد شنو عندي؟ عندي الالكلاين فوسفاتيز ايزو انزيم اللي هي الليفر. طبعا هي الايزو انزيم معناها انه تشترك لي بنفس الوظيفة، تعمل لي نفس الشغل، لكن تكون شنو، تكون مختلفة بالترتيب مالتها، ولها نفسها ايضا نفس التركيب لكن تكون تختلف بالترتيب مال الاحماض العملية مالتها، هاي المقصود بها. فمثلا عندي الليفر اي ال بي، البون اي ال بي، الانتستان اي ال بي، والبلاسنتال اي ال بي. عندي النورمال فاريوس، طبعا اللي تكون يعني بتنوع، فبالعادات تكون من 25 إلى 100. بالتشيلدرين تشوفوها حيل عالية، ليش؟ لأن التشيلدرين يكون نشاط هذا الإنزيم حيل عالية، لأن هو راح يقوم يبني لي بالعظام، أيضا يبني لي بالكبد، فيكون نشاطه حيل عالي هو هذا الإنزيم، فهو مطلوب عندنا فقط مال الأدلت. طبعا عندي الأنادر ساس اللي هي على الزيادة، ممكن مالته من 1 إلى 12 إيرث يكون شقد، يكون هو هذا تقريبا 350 أكبر ما عندي، يعني أقل من 350. من 12 إلى 14 إرز يكون أقل من 500، ومن وطبعا بالعشرين يعني الشخص أصغر من 20 سنة هيكون عندي من 25 إلى 100 بالمايكرو لتر. هاي بالميل. بالفيميل لا، يكون بالعكس، يعني هاي كمصادر غير المصدر اللي ندرس عليه يقول هيك، فاحنا لازم نحفظهم انه من 12 سنة الى 12 إرز شكد يكون، يكون اقل من 350 بالنسبة للميل، والبقية هم نفس الحالة بالضبط. اما بالنسبة للفيميل تشوفوا انه من سنة الى 12 سنة يكون اقل من 350، واذا تكون الفيميل اقل من 15 سنة هنا راح يكون عندي من 25 إلى 100 بالمايكرو لتر الواحد. هسه بعدها شنو عندي؟ عندي البرنسبل. البرنسبل انه هو عبارة عن مادة، هاي المادة اللي هي راح نجيب مادة اسمها بي نيوتروفينول فوسفيت، نفعلها ويا من نضيف لها الاي ال بي، منضيف لها اي ال بي راح تعطيني مادة اللي هي بي نيوتروفينول. هذا البي نيوتروفينول راح تكون بسط قاعدي، وش تكون؟ تكون تنطيني لون اليالو، هذا اليالو كلر راح نخليه بجهاز الابزوربانس. من قيس الابزوربانس هي نفسها راح تساوي لي الاكتيفيتي مالت من مالت الكلاين فوسفاتيز، لان اشتغلت على هاي المادة فانطتي هذا النشاط، معناها انه هذا يعني ان اشتغلت على هذه المادة وسويت النشاط عليها وغيرت لي من لونها، فاكيد راح يكون عندي التغير باللون، تركيز اللون الاصفر هو راح يسبب لي او هو راح يمثل لي الاكتيفيتي مالت هذا الانزيم. بعدها شنو عندي؟ يعني هسه اذا اريد نجي نشرح هاي المادة ويا هاي المادة تتفاعل، راح تتفاعل راح تنطيني هاي المادة. هاي المادة تكون بالوسط الحام، بالوسط القاعد العفو الالكلاين، راح تروح لوين؟ تروح لو المادة اللي جوا اللي هي هذه لون الاصفر، من لون الاصفر راح تروح لنقيس الابزور بس مالتها. عند الالكلاين فوسفاتيز ان ذا ليفر ديزيز قلنا ان ان ذا ابسنس اوف بون ديزوردرز، يعني اذا ما عندي لا بون ديزوردرز ولا بريجننسي هنا راح يصير عندي الخلل وين؟ بالكبد. فنشوف اذا صارت عندي بزياده معناها خلل وين؟ بالكبد. رايز تو ذا ليفل اوف ذا الكلاين فوسفاتيز، اذا صار عندي 10 تايمز هو راح يحدد لي الاوبستراكتيف باثولوجي، يعني الاوبستراكتيف اوف ذا ليفر لايك اوبستراكتيف ذا بايلاري تراكت، يعني انسداد بالبايلاري تراكت، هذا هو المقصود بها. اذا صار عندي زياده اراوند 10 تايمز من الحد الطبيعي، وما عندي لا بريجنسي، يعني بريجنسي تزيد لي ممكن يزيد لي بسبب المشيمه، وايضا بالنسبه لل اذا ما عندي بون ديزيز فهنا ما راح يصير عندي بزياده، فنقول ان زياده بالكبد. اذا صارت 10 مرات، اذا صارت من 2 إلى 1 إلى 2 يعني عن الحد الطبيعي، هنا راح يكون عندي فيروس برينكايما ديزيز لايك هيباتيتس اند سيروسيس. ايضا اذا صار عندي this level may be mildly raised بهاي الامراض اللي مذكورة من جوا، اللي هي تكون mildly ومحددين كلها امراض تخص الكبد. بعد ايش راح يجيني؟ راح يجيني الامراض اللي تخص لي البون. البون ايضا راح اذا صار عندي صارت زيادة كلش عالية معناها انه باقي disease healing fractures and rictus
بريجنانسي عن تشايلدهود. اذا صارت عندي زياده لا مو حيل عاليه هنا راح نبدا عادي من الامراض التاليه اللي هي الماستاتيك باون تيومرز، الاوستيوجينيك ساكروما اللي هو سرطان السبري في العظام، والاوستيو مالاسيا، وذا اوستيوبروسيس اي ال بي از نورمال. The higher there are higher level in children and in fast is three times than adults. كنا انه يكون لي نشاط بالاطفال اكثر من الكبار تقريبا 3 مرات، وهذا الشيء وضحناه انه يكون نشاط العظام عندهم حيل عالي. هذا جدول انه الامراض اللي ذاكر لي اياهم explanation اذا كم مرة زايد شنو المرض اللي صار عندي. فتشوفون انه اذا الباقي ديزيز معناها من 10 إلى 25 مرة، اذا الاوستيومالاسيا اللي معناها مودرت انكريز، واذا ركتس من 2 إلى 4، واذا الاوستيوبروسيس هذا تكون نورمال ليفل يكون عندي هو الاي ال بي. بعدها شنو عندي؟ يعني هو هذا الامراض كلها، بس نجي نعرف كل مرض وشنو يصير عندي بزيادة، عالية لو ناقصة لو ممكن تكون متوسطة. عندي ايضا هنا بالأوبستراكتيف مات الليبر، اذا صار عندي 10 مرات هنا راح نقول انه هاي الامراض اللي موجودة اللي هي هذول. اذا صار عندي 3 إلى 10 مرات راح نقول عندي هذه الامراض اللي موجودة، واذا صار من 1 إلى 3 مرات راح نقول عندي هاي الامراض اللي موجودة. هذا اللي يقصد لي بيه causes for raised levels. يزود لي بالبرجنانسي، وقلنا بسبب زيادة البلاسينتا نشاطها وهو موجود بها هذا الانزيم. بالأولد ايج ممكن بسبب زيادة الابستراكشن اللي يصير لي بالكبد. التهابات، اي التهابات راح تسبب لي زيادة بالاي ال بي، اي التهابات موجودة عندي بالساراسويس، مثلا عندي الهاتكنز، عندي الاميلويدز اللي هي راح تكون لي مركبات مثل الاميلويد تكون مركبات صلبة، عند البلمراري عند مايوكاردير انفراكشن هنا ايضا راح تسبب زيادة بالاي ال بي. عند الاي ال بي ديكريسد ليفلز سي ان ان بالمال نيوتريشن بالهايبو ثايرويديزم، طبعا كلها بنقص المواد الغذائية، كلها تقريبا بنقص المواد الغذائية. الهايبو ثايرويديزم نقص المواد الغذائية، المال نيوتريشن ملك الكالي يعني هاي نقص الكالسيوم، نقص الكالسيوم اللي موجود. وبعدها شنو عندي؟ عندي مثلا سيلياك سيوبر اللي كنا هي عبارة عن ألم راح يصير لي بالبطن، العفو هاي الملكي الكلي هاي زيادة بالكالسيوم راح يسبب لي ديكريزد بالاي ال بي. عندي السيلياك سوبرا اللي هي عبارة عن آلام تصير لي بالبطن بسبب عسر الهضم. ليش؟ لان هو موجود بالانتستين، فهنا اذا صار عندي خلل بنشاط الانتستين راح يزيد لنا يقلل نشاط هذا الانزيم اللي هو شو اسمه اي ال بي. وعندي السكارفي اللي هو نقص غذائي سي ديفيشنسي، فيتامين سي ديفيشنسي. بعد شنو عندي؟ عندي الانتربيشن اوف الكالاين فوسفاتيز اللي هي هذه اف ذير از نو جايدنس and there is raised in ALB indicated، يعني إذا ما عندي الصفراء يعني أبو صفار هنا راح وصار عندي زيادة بالALB هنا راح يكون عندي ممكن سرطان بالليبر، ممكن دراكت انديوسد ممكن سبب علاج، ممكن يكون عندي بسبب التهابات وتست. عند الALB presence in the urine، هاي إذا صار عندي باليورين أنا سويت تحليل اليورين اللي لقيت بي هذا الاي ال بي. ايش راح اقول؟ اقول انه هذا بسبب رينال ديزيز لايك رينال سيل كارسينوما نيفروسيس نيفريتس والاس اس ال اي والانفراكشنز. الاي ال بي رايزد ارتفع لي وين؟ ارتفع لي بالبرجنسي خصوصا من 3 أشهر الاخيره من الحمل. اوف برجنسي انديكيتس تو بلاسنتال ان اوريجين، يعني البلاسنتا هي راح تسبب زياده بي. The osteoclastic level يعني بناء العظم، هنا أيضا النشاط العظمي راح يسبب زيادة بالAlb. إن osteoclastic activity Alb لا يزيد.